وهذا يقول ما حكم, يبدو أن مر علينا, يقول ثناء على الكفار باحترامهم للمواعيد بخلاف بعض المسلمين. يا أخي ما نثني عليهم, هؤلاء كفار عندهم الكفر أشد من الوفاء بالمواعيد, عندهم الكفر أشد, ولا ينفع مع الكفر طاعة, هذه قاعدة, لا ينفع مع الكفر طاعة مهما كان, فلا نثني عليهم ولا نمدحهم ولا نتنقص المسلمين بسبب نقص عندهم. المسلم خير من الكافر مهما كان المسلم.